بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. كثير من الناس يرسل لي ويقول لي أفضل علاج للسحر، أنا أعاني من السحر، خاصة المغاربة، لأن السحر منتشر جدا في بلاد كالمغرب، ولذلك يتخذ يعني كثير من الناس أو كثير من الدجالين أو المشعوذين أو الكذابين الذين يسمون انفسهم الروحانيين، يعني لك العلاج بالروحاني، وده طبعا كذب، مش اسمه علاج روحاني ولا شيء. العلاج في كتاب الله سبحانه وتعالى، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سأقول لحضراتكم برنامجا من صميم السنة، عظيما جدا، لعلاج السحر وللوقاية من السحر وللوقاية من جميع الأمراض وللشفاء ايضا من الامراض. يعني لو انت مريض باي مرض، اما انك تشفى او تخفف عنك الام هذا المرض، يعني تخفيفا شديدا. فياريت كل اللي سامعني دلوقتي يحاول يكتب الكلام ده في ورقه، وكل شيء هقوله في البرنامج ده تكلمت عن كل جزئيه منه تفصيلا في دروس سابقه، لكن انا ستكلم الان اجمالا عن هذه الاشياء لعلاج السحر و بصفة خاصة، ولعلاج جميع الأمراض بصفة عامة. أول شيء الرقية الشرعية، في فيديو جامع للشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله في جميع آيات الرقية الشرعية، من بداية من سورة البقرة أو سورة الفاتحة إلى نهاية القرآن مجمعا. تعمل ايه الانسان اللي هو مريض بالسحر؟ طبعا في كثير من الناس بيتوهم ان هو مسحور، وفي الحقيقه مش مسحور الحاجه، هو عنده ضغوط نفسيه وبعض الاوهام، فهو بيتصور ان هو مسحور، ولا يقول ان يعني مش حد يقول ان هو مسحور الا اذا ذهب الى يعني احد العلماء او احد الشيوخ الحذاق الذين يعالجون السحر ويشهد لهم بالفضل، هو اللي يقول ان انت مسحور او مش مسحور. مش ما فيش واحد ما فيش حد يقول. فالسحر بيبقى له علامات، يعني انسان يرى رؤى وكوابيس كثيره، يعني يحس بتخدل وتهدل في جسده، شعر يتساقط، يرى اشياء، يهيأ لونه بيرى اشياء، يسمع اصواتا، ويكون ان في عارف انسان بيترصده ومعروف عنه انه بيسحر، يعني عارف انه في واحد بيأذيه ومعروف عن الشخص ده انه بيعمل سحر، يبقى ده غالبا مسحور، لكن مش اي واحد يتصور ان هو مسحور يبقى مسحور. الكثير من الناس بيتوهم ان هو مسحور ومش مسحور ولا حاجه. طيب ايه العلاج؟ اول حاجه تجيب هحطه لحضراتكم في الوصف بتاع الفيديو، الفيديو بتاع الشيخ الحصري اللي فيه ايات جميع ايات الرقى الشرعيه. تعمل ايه بالظبط؟ تقرا ورا الشيخ، يحبذ ان تكون القراءه على ماء زي ماء زمزم. ما لقيتش ماء زمزم، تجيب ماء طاهر وتقرأ عليه الآيات، تسمع الآيات من الشيخ وتردد آية آية وراه، والماء محطوط أمامك، وحبذ إن أنت تأتي بنبات، تشتري نبات السدر وتطحنه كويس وتضعه في هذا الماء، بعدين تقرأ وراء الشيخ آية بآية، لأن الماء بيتأثر بالقرآن، بيتأثر بالقرآن، وده ثابت شرعا، ولو الماء أثبته هذا، يعني كون مجرد إنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما تشرب المية، جزيئات المية بتتغير وبتتشكل وبتعمل أشكال جميلة، ما قلتش وده والعلماء اثبتوا هذا وصوروا بمكبرات جزئيات الميه، ازاي جزئيات الميه بتتحور وبتتحرك، الكريستالات بتاعت الميه بتتاثر بكلام الله سبحانه وتعالى وبتتشكل، وبيكون في هذا علاج. فتقرا الماء، فتقرا على الماء ايات الرقيه ايه ورا الشيخ، ويستحسن زي ما حضرتك بتكون في نبات الستر يكون مطحون ومحطوط في الميه، ويحبذ يكون ماء زمزم. ما لقيتش ماء زمزم يبقى ماء عادي. بعد ما تخلص القراءه كلها بتاعت الايات ديت، تشرب هذا الماء وتغتسل بهذا الماء، دي اول حاجه. وانا يعني هذا الكلام حدث مع يعني مع اناس مرضى فعلا، كانوا فعلا عندهم سحر، والحمد لله ربنا شفاهم. يعني في اخت فاضله انا اعرفها، وقلت لها تعملي كذا وكذا، وارسلت لها، فربنا سبحانه وتعالى حسنت حالتها وتزوجت الحمد لله.
فادي اول حاجه، اول حاجه لقيت الرقيه الشرعيه تقرا على ماء زمزم او ماء طاهر، ويشرب هذا الماء ويغتسل به، فيكون الماء قدامك وتقرا القران. الحاجه الشيء الثاني تتصبح بسبع تمرات من تمر العليه، قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح العظيم: من تصبح بسبع تمرات في روايه من تمر العليه لم يصبه في هذا اليوم، في هذا اليوم سحر او سم. يعني تاكل سبع تمرات في الصباح الباكر. فالانسان لو مريض او مسحور التمر فيه علاج. ده الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال سحر، سحر او سم. وفي في اخطر من السم، يعني في اخطر، في شيء ممكن يقتل انسان اكتر من السم. فالانسان لو، يبقى اذا الانسان لو مريض بحمى او باي مرض ياكل سبع تمرات الصبح بنيه الاستشفاء. خلي بالكم استحضار النيه مهم جدا، يعني دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فتاكل كل يوم سبع تمرات في الصباح الباكر اول ما تقوم من النوم، قبل ما تاكل، قبل ما تصبح. ما لقيتش تمر العاليه، تمر العاليه ده افضل تمر في العالم كله، بس هو ثمنه غالي. في منطقه اسمها العاليه في المدينه ما لقيتوش، يبقى تمر عادي. لان في روايه ثانيه: من تصبح بسبع تمرات لم يصبه سم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش هنا في الروايه الثانيه دي ما قالش تمر العاليه. فلو لقيت تمر العاليه يكون افضل، ما لقيتش يبقى اي تمر، بس اختار يكون تمر يكون جيد. الحاجه الثالثه اللي فيها علاج للسحر او وقايه من السحر، خلي بالكم الكلام اللي بقول لكم ده علاج ووقايه. يعني الانسان لو عمل الكلام ده لن يصيبه سحر ابدا باذن الله، وهيبقى فيه وقايه من اكثر الامراض. الحاجه الثالثه اللي تعملها الاكثار من لا حول ولا قوه الا بالله. جاء في فضلها انها شفاء من 99 داء، ايسرها الهم، وتدفع 70 بابا من البلاء، وتنفي الفقر. الانسان لو قالها 100 مره كل يوم جاء في حديث صحيح لم تصبه فقط ابدا، وهي كنز من كنوز الجنه، وهي باب من ابواب الجنه. يعني يكسر منها في باب اسمه باب لا حول ولا قوه الا بالله، يقوم الذاكرين ولا كثيرا وذاكرتي اكسر ذلك. يعني لو انت مريض باي مرض خاصه السحر، قولها كل يوم مثلا 1000 مره ان استطعت. قسم ال 1000 مره دول على خمس صلوات، كنز من كنوز الجنة، وهي غرس الجنة أيضا. فلا حول ولا قوة إلا بالله، مهمة جدا، هي شفاء من السحر ومن الأمراض. الحاجة الرابعة، ودي كتير جدا من الناس ما يعرفهاش، خواتيم سورة الحشر. خواتيم سورة الحشر رقية للصداع ورقية لجميع الأمراض. تقول صباحا ومساء، والحديث حسنه الإمام الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في مشكاه في المشكات المصابيح. الحديث حديث حسن، وفي شواهد كتير في السنه بتقوي هذا الحديث، وانا تكلمت عن هذا تفصيلا قبل ذلك. تقول صباحا ومساء اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات، بعدين تقرا من قول الله سبحانه وتعالى، بدايه من قول الله سبحانه وتعالى: لو انزلنا هذا القران على جبل رايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عندما تقرا هذه الايه تضع يدك على راسك، تحط وتقرا هذه الايه. جبريل لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال له اقرا هذه الايات، اقرا سوره الحشر، لما وصل الايه دي قال له كما ذكر الامام النيسابوري: ضع يدك يا محمد على راسك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على راسه، قال له: هي رقيه الصداع. ذكرش كده بس، بيقول له: رايته خاشعا متصدعا. يبقى انت الجبل بيتصدع خوفا من الله سبحانه وتعالى. فما لكم بقى بالراس، الانسان بيصاب بالصداع. فالانسان لو انت قرات الايه دي وحطيت ايدك على دماغك، لا يصابش، لا يصيبك صداع، ولا باذن الله يصيبك اورام خبيثه ولا كانسر ولا اورام خبيثه بتاتي في المخ وزمان. بعدين تقرا الايات اللي بعد كده: هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. جاء في هذه الايات اللي انها رقيه لجميع الامراض الا السام، الا الموت. ولذلك انا صباحا ومساء اقرا الايات ديت، بعد ما اقرا الايه بتاعت الجبل احط ايدي على راسي، اقرا بقيه الايات وانا حاطط ايدي كده، وانفس في يدي وامسح على جسدي كله. ليه؟ هذه الايات فيها اسم الله الاعظم. ده مش كده وبس، لو انت عملت السنه دي
يصلي عليك 70,000 ملكا، 70,000 ملك طوال اليوم، من الصباح من الصبح بالليل، ومن الصبح بالليل للصبح. وان مت في يومك تموت شهيدا، وان مت في يومك تموت شهيدا، ويغفر لك ما تقدم من الذنب، و و فضائل لا تحصى. طبعا انا تكلمت عليها تفصيلا قبل ذلك، ما فيش وقت نتكلم عليها دلوقتي. يبقى تقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 3 مرات، ما تقرا خواتيم سوره الحشر وانت حاطط ايدك على راسك، وبعدين حاطط ايدك وبعدين تنفس في يدك وتمسح على الجسم. يبقى دي رقيه لجميع، وده هي رقيه. يبقى اذا هي علاج للسحر وعلاج لجميع الامراض. الحاجه اللي بعد كده قراءه ايه الكرسي بعد كل صلاه وقبل النوم، لان ايه الكرسي بتحفظ الانسان وهي شفاء وايضا رقي. تقرا ايه الكرسي بعد كل صلاه، طبعا اكثر الناس بتعمل كده، قبل النوم ايضا. الحاجه اللي بعد كده المعوذتين، تقرا 3 مرات صباحا و3 مرات مساء، لازم المعوذتين تقرا 3 مرات. بعد كده في حاجة جميلة جدا، حديث ذكره إمام المنذري بسند حسن أو سند صحيح، سند صحيح. لا هو مش إمام المنذري، أبو داود في السنن، آسف. من عاد مريضا فمن عاد مريضا لم يحضره أجله، فقال 7 مرات، فقال 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله، وفي رواية إلا عوفي. فيبقى اذا انت لو بتعاني من اي مرض او سحر، قول لاي واحد من المقربين لك وهو بيزورك يقول لك الدعاء ده 7 مرات، وانت كنت مسحور، لان السحر ده نوع من انواع الامراض او المصائب، فيعتبر كانه مرض. فاي مرض الانسان محتاج للشفاء من السحر. فالرسول عليه الصلاه بيقول لو واحد جاله مرض بس ما كانش مرض الموت، واحد زاره وقال له اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 7 مرات، لازم يشفى الا اذا كان مرض الموت. فمش لازم يكون في زياره، ممكن في التليفون، ممكن على الماسنجر او في اي موقع. وانا جربت هذا، كان واحد مريض بالكورونا، بعت له الدعاء ده في رساله صوتيه 7 مرات، واخته كانت مريضه و و و واللي شوفي واللي حاسس ان تحسنت حالته، لان ده لان سنه دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انت مريض بسحر او باي مرض، قل كل المقربين لك انهم يقولوا لك هذا الدعاء 7 مرات في رساله صوتيه او في التليفون، او لو بيزورك يقول لك 7 مرات تشفى باذن الله، الا اذا كان مرض الموت. الحاجه اللي بعد كده خواتيم سوره البقره. خواتيم سوره البقره قال عليه الصلاة والسلام من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه، وسكت. العلماء قالوا كفتاه أعين الجن والإنس والحسد والسحر وجميع الأمراض. والعلماء قالوا أيضا كأنه يعني صواب ياخد صواب عظيم، كأنه قرأ القرآن طول الليل، أو بياخد ثواب يغني عن أي شيء تاني. وفي رواية ذكرها عبد الله بن عمر من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه قيام الليل. بس الرواية دي المرتين، فتقرأ خواتيم سورة الحشر آخر آيتين في سورة الحشر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى آخر الآيات. الآيات دي رقية، خواتيم سورة الحشر دي تكفيك كل شيء. اذا هي رقيه للوقايه من الحسد العين، وللشفاء من السحر وكل شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اوتيت خاتم سوره البقره من كنز تحت العرش لم يؤتهما نبي قبل. لذلك سيدنا علي بن ابي طالب بيقول ايه؟ بيقول اللي تمر عليه لله واحده ما يقراش خاتم سوره البقره بانسان مش عاقل. انسان مش عاقل. ما عقل من ترك قراءة خواتيم سورة البقرة في ليلة. ده كلام سيدنا علي بن ابي طالب. فخواتيم سورة البقرة تكفيك كل شيء، باذن من اهم العلاجات والوقاية انك تقرأ خواتيم سورة، وبيتكتب لك قيام ليلة بحالها. المصاب العظيم، لان هي كفتاه، في رواية من الروايات كفتاه قيام الليل.
فما قالوا تعدل قيام ليله بحاله استقراها مرتين. سوره الاخلاص كان عليه الصلاه والسلام يسترقي للاستشفاء بسوره الاخلاص. طبعا مناقب الاكثار من قراءه سوره الاخلاص يوميا لا تحصى. وانا تكلمت عن ذلك كثيرا عن فضائلها في دروس كثيره يعني يكتب فيها مجلدات. انا حبيت اكتب مجلد 500 صفحه او 1000 صفحه في فضائل سوره الاخلاص لا يكفي. لكن يكفي ان اقول لحضراتكم حديث صححه الامام الالباني ان من قرأ كل سوره قل الله 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنه. ومن قرأها 20 مره كان بنى الله له قصرين. فقال عمر بن الخطاب اذا نكسر، وفي روايه قال اذا استكسر يا رسول الله، قال له الله اكسر. الحديث ده من مراسيل سيدنا سعيد بن المسيب اصح مراسيل، وهو صححه الامام الالباني له شواهد في السنه القوي. ده انت لو قرأتها على غير طهاره، وروى ابن ماجه وروى الامام السيوطي من قرأ قل الله احد على طهاره كطهاره الصلاه 100 مرة بنى الله له 100 قصر في الجنة. يبقى لو انت قرأتها على طهارة بلد بكل واحدة قصر. لا ده ممكن أكتر من كده كمان. جاء رجل، وهذا الحديث ذكره الإمام ذكره ابن كثير في تفسير قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف له أضعافا كثيرة. قال له جاءني رجل قال لي إن من قرأ قل الله أحد بنى الله له 10,000 غرفة في الجنة. قال له أعجبت من ذلك؟ أو عجبت من ذلك؟ قال له نعم. قال له 20,000 و30,000. خلي بالكم مش 20,000 بس. كنت قلت لكم قبل كده إن قصر النبي والشهيد في الجنة به 5,000 غرفة. يعني لو قلنا 10,000 غرفة يبقى قصرين. لا ده الراجل كان بيقول له ده أنا اتقال لي 10,000 1000 مش 10,000 بس. قال له ربنا سبحانه وتعالى يضاعف، قال له لم تسمع قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه الله له اضعافا كثيره. ففي ناس والحديث ده صحيح برضه ان الله لا يضاعف الحسنه ب 1000 2000 حسنه. يبقى اقل حاجه الحسنه تبقى ب 10، لكن في ناس ب 100 ربنا بيضاعف لهم الحسنه ب 100، في ناس بيضاعف لهم الحسنه ب 1000، في ناس ربنا بيضاعف لهم الحسنه بمليون و2 مليون. بس ده بقى يختلف على حسب درجه الشخص، على حسب درجه ايمانه واخلاصه. فانت لو قرات سوره الاخلاص على غير طهاره ربنا يبني لك بقى كل 10 مرات قصر، ولو على طهاره بقصر، لو في الصلاه يبقى اكتر، وربما اكثر واكثر. مش كده وبس، رواه الامام الدارمي بسند صحيح من قرا قل والله احد 100 مره بعد صلاه الصبح او من صلى الصبح في جماعه ثم قرا قل والله احد 100 مره في مصلى غفر الله له الذنوب التي بينه وبين الله ولم يطلع عليها احد الا الله، اللي هي ذنوب الخلوات اللي كثير من الناس سيقع في جهنم بيها. الحديث ده صححه الامام الدارمي خلي بالك. يبقى اذا لو انت قريتها 100 مره بعد صلاه الصبح تغفر لك ذنوب الخلوات. طب انت لو قريتها 100 مره بعد كل صلاه بقى هيبقى الثواب ازاي؟ يبقى اقل حاجه بس تكون على وضوء بس بعد قراءه الفاتحه، لان الحديث اللي انا قلته لكم ده اللي رواه ابن ماجه ورواه الامام السيوطي في الدور المنصور من قرأ قل هو الله احد على طهاره كطهاره الصلاه بعد ان يقرا الفاتحه. خلي بالكم بعد ان يقرا الفاتحه. بنى الله له 100 قصر في الجنه. خلي بالكم بقى باللي بيقراه في الصلاه. كنت قلت لكم قبل كده ان في حديث ان اللي بيقراها 30 مره في صلاة يبدأ له في واحد الروايات قلف ألف قصر من الذهب. ف ده لبعض الناس المخلصين. يبقى إذا أقل حاجة خالص بيبنى لك 10، ولو أنت 10 قصور بيبنى لك قصر بكل 10 مرات، لكن ممكن يبنى لك قصر بكل مرة، ممكن يبنى لك قصرين، ممكن يبنى لك أكتر. فضلاً عن أنه كل 3 مرات تاخد أجر القرآن كاملة. أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا يا رسول الله من يطيق ذلك؟ قال من قرأ قل والله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. طب يبقى إذا يبقى أنت لو قريتها 100 مرة بعد كل صلاة مش هتاخد منك 7 8 دقايق 500 مرة، يبقى هتبني بس تكون على طهارة بعد قراءة الفاتحة هتبني 500 قصر كل يوم وربما أكثر بكثير. ربما أكثر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه، ربما يكون أكثر. وكأنك ختمت القرآن أكثر من 150 مرة كاملا. و
كم عظيم المغفرة. قال قل الله أحد 100 مرة بعد صلاة الصبح غفر الله له بها 100 كبيرة، أحد الروايات. وفي رواية غفر الله له ذنوب 100 سنة. فطبعا لو قعدت أتكلم في المناقب العظيمة لسورة الإخلاص للفضل، ودي والإمام السيوطي ذكرها مجمعة في كتابه الدر المأثور في التفسير بالمأثور للفضائل العظيمة للإكثار من سورة الإخلاص. المهم إنها رقية، يعني سورة الإخلاص رقية، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسترقي بها للشفاء. فإذا تكثر من قراءة سورة الإخلاص كل يوم، لو أنت مريض، لو أنت مسحور، أو أنت مريض بأي مرض، بنية الاستشفاء مع كل الصبر اللي احنا قلناه دلوقتي. طيب في 4 أذكار مهمين جدا من مسافة الماء والهواء، وتكلمت عليهم قبل ذلك. لو أنت قلتهم يوميا وحافظت عليهم لن تصيبك مصيبة، لا من السماء ولا من الأرض ولا حادثة ولا مرض ولا وباء ولا كورونا ولا أي شيء. أو الذكر الأول، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. عن أبي بن عثمان رضي الله عنه قال، قال عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم 3 مرات صباحا لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، بل قاله مساء لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فالج يعني الشلل. فقال مالك تنظر إلي؟ فالراجل بمصله، والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله، ولكن أصابني الفالج، ولكن نسيت أن أقول هذا اليوم هذا الذكر في هذا اليوم فأصابني الفالج الشلل. يبقى سيدنا أبان بن عثمان نسى يقول الذكر ده، مع انه هو اللي بيعلم الحديث الناس، يوم واحد جاله شلل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. الذكر الثاني، لذلك الامام القرطبي بيقول نسيت اقول الذكر ده يوم واحد، كنت بقوله للناس معلمه لدغني عقرب في المدينه. الذكر الثاني، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لازم يقال 3 مرات. الصحابي قال له صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ما لقيت البارحة من عقرب لدغني. قال له لو انك قلت اعوذ بالله حين لو انك قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضرك. عارفين يعني ايه ما ضرك؟ يعني حتى لو كان لدغك ما كنتش حسيت بحاجه. وفعلا الامام الترمذي بيقول فعلمناه جوارينا وايماءنا فلدغت جاريه فلم تجد لها وجعا. ده كلام الامام الترمذي. الذكر العظيم يبقى في جاريه اتلدغت بعقرب ما حسيتش بحاجه، عشان قالت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالذكرين دول مهمين جدا، مش هتصاب لا بمصيبه لا بحادثه ولا بوباء ولا اي شيء. الذكر الثالث، قيل لابي الدرداء احترق بيتك؟ قال لهم لا، لكلمات تعلمتهن من رسول الله. قالوا تعالى فانظر، فذهب معهم فاذا بالبيوت التي بجانب بيته احترقت ولم تصب بيته شراره. الذكر ده بيقول ايه؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. الذكر ده عظيم جدا، يقال مره صباحا ومره مساء، يقيك من كل المصائب. يبقى إذن الذكر الرابع، تقول اللهم إني استودعتك نفسي وأهلي وديني وأماناتي وصحتي وخواتم أعمالي، وأي حاجة تخاف عليها حطه في الذكر ده، فاحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه. ربنا سبحانه وتعالى إذا استودعت شيء لازم ربنا يحفظه. فيقال للوقاية وأنا بقول لكم الأذكار دي ليه؟ لأنها إذا كانت بتقال للوقاية من المصائب والحوادث والكوارث والأمراض، فمن باب أولى إنها تكون علاج للأمراض.
يبقى تقولها مع استحضار نية الشفاء أو الاستشفاء من المرض. عشان لو انت في عيان كمان المرض ما تتفاقمش وما تزيدش، لكن ان شاء الله لو انت قلتها بنية الاستشفاء، لان الذكر شفاء، الذكر شفاء، فالاذكار دي بتحمي وتقي، يبقى لازم، يبقى لازم باب اولى فيها شفاء الامراض. الحاجه اللي بعد كده اللي فيها، اللي فيها علاج للسحر ولجميع الامراض، تشرب كوبايه لبن الصبح، او مثلا نص كوبايه لو بتتعب من اللبن، او مش لو مش قادر ميه وتدوب عسل. في عسل بيبقى متغذى على حبه البركه، انا شخصيا بقى بستعمله، ما لقيتش عسل متغذى على حبه البركه يبقى تشتري حبه بركه من العطار وتدوب حبه البركه دي، تطحنها وتدوبها مع العسل وتحطهم في اللبن وتقلب وتقلبهم كويس في اللبن، وتشرب صباحا ومساء زي ما احنا بنقول اذكار الصباح واذكار المساء، حفظ من جميع الامراض وشفاء من السحر ومن جميع الامراض. ليه؟ قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: الشفاء في ثلاثه، شربة عسل او شرطة محجم او كي ولا يعجبني الكي. العسل بس مفيش اي عسل، يكون عسل نقي مش عسل مغشوش. لو لقيت عسل متغذى على حبة البركة يكون عظيم جدا، ما لقيتش يبقى اشتري حبة بركة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء إلا السام. شفاء من كل داء يعني حتى لو سحر، إلا السام يعني السام يعني الموت. وشرب اللبن مفيد جدا، ده الفطره، ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو في الاسراء والمعراج، الرسول جبريل عرض عليه خمر وعرض عليه ماء وعرض عليه لبن، فاختار اللبن، قال له اخترت الفطره، لو كنت شربت الخمر كانت امتك شربت الخمر، لو كنت شربت ميه كانت امتك غرقت. ودايما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني حتى لما كان سيدنا ابو هريره جعان قال له اشرب، جابه وقال له اشرب لبن، اشرب اشرب لغايه، قال له يا رسول الله مش لاقي مكان، خلاص معدتي هتنفجر. ده يوريك اهميه اللبن. الرسول صلى الله عليه وسلم ان شرب اللبن مفيد جدا، وثبت علميا ان شرب اللبن يطيل العمر. يعني في اليابان والصين لو اعمارهم طويله جدا بسبب ايه؟ اكتشفوا انها بتشرب بسبب شرب اللبن، لانها بتبني الخلايا وبتعود الخلايا اللي بتموت، لان يعني الانسان لما بيجيله شيخوخه من ايه؟ من انهيار الخلايا. فتشرب لبن تدوب فيه عسل وتدوب فيه حبة البركة وتقلبه كويس، تشربه صباحا ومساء، شفاء من السحر ومن جميع الأمراض. الحاجة اللي بعد كده الصدقات. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، هذا حديث حسن بمجموع طرقه: داووا مرضاكم بالصدقة. داووا مرضاكم بالصدقة، فالإنسان لو مسحور أو مريض يكثر من الصدقات، وده أمر مجرب. يعني ايه يكسب الصدقات؟ يعني مثلا لو انسان بيصرف على عامل ميزانيه شهريه، بيصرف على الادويه مثلا 1000 جنيه. لا خليهم 1500 جنيه. 1000 جنيه ليه؟ ثمن الادويه الكيماويه اللي انت بتاخدها، و500 جنيه علاج رباني، صدقات للفقراء بنيه الاستشفاء. اهم حاجه بنيه الاستشفاء، يعني تعمل كده بنيه الاستشفاء تشفى بإذن الله. يعني هقول لكم قصص كتيرة تؤكد هذا أو تؤكد صحة هذا الحديث. يعني واحد راح لسيدنا عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك من كبار التابعين، قال له أنا عندي خراج في منطقة الركبة، فبيجيب دم، بيجيب مدة وصدر، وبقالي سنين بتعالج من خف، يعني لا أشفى. قال له ايه؟ قال له احفر بئرا للمسلمين. فالراجل عمل بئر للمسلمين فشفاه الله سبحانه وتعالى. ليه؟ البئر بيجيب ميه، وركبته كانت بتجيب ميه وبتجيب مده وبتجيب دم. فالجزاء سيدنا عبد الله بقاس على ذلك، قال له اعمل بئر للمسلمين فشفاه الله سبحانه وتعالى. والحديث ده موجود في كتب السنه. واحده كانت عندها فشل كلوي، فكانت عايزه تشتري كليه من سنه سليمه يعني، فيقال انها قالت لها، فلقيت الست اللي هتبيع لها الكليه ديت، وكانت هتبيع لها الكليه دي تقريبا بمبلغ يعني ما اعرفش 20000 او 100000 حاجه زي كده. فلقيتها حزينه او زي ما بتبكي، قلت لها بتبكي ليه؟ او قالت لها انا
كنتش عايز اعمل كده، بس عشان انا فقيره ومضطره ان انا اعمل كده يعني. فقالت لها خلاص خدي المال وربنا سبحانه وتعالى ولاني وانا مش عايزه حاجه منك. فشفاها الله سبحانه وتعالى. وقيل واحد يعني لو القصه دي انا سمعتها بنفسي، سمعتها من اكتر من واحد. واحد كان كان عنده يعني اعوذ بالله مرض خبيث، وكانت ايامه في دنيا معدوده، وانفق في يعني عمل عمليات فالاطباء قالوا له خلاص ما فيش فايده يعني ما فقالوا له جرب اكثر من الصدقات لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني يخفف عنك. فانفق عشرات الالوف من الجنيهات على الصدقات. ف راح يعمل اشعه وراح لقى نفسه شوفي تماما، حتى الاطباء حصل عندهم ذهول ذهول. وقصه ثانيه انا سمعتها برضو عن واحد في الصعيد، في صعيد مصر، برضو قالوا له انت خلاص يعني فاضلك شهر وتموت او حاجه زي كده. فكان يعرف واحده بتربي ايتام وبتاع، فراح لاحد الجزارين وقال له خلي اعمل لها كل شهر قد كده يعني من كميه 4 كيلو لحمه او 5 كيلو لحمه تيجي تاخدهم منك كل شهر، طعام ثابت لمده مش عارف 4 سنين او 5 سنين او. فراح يكشف لقى نفسه شوفي تمام، ف شوف الصدقه بتعمل ايه. فلو انت مسحور او مريض باي مرض اعمل لنفسك ميزانيه. لو انت مثلا بتصرف 1000 جنيه على ادويه، اعمل نفسك ميزانيه تانية للصدقات، مش بس بنيه الصدقه، بنيه الاستشفاء من الامراض، الاستشفاء من السحر. ربنا سبحانه وتعالى باذن الله لازم يشفيك، لان ربنا سبحانه وتعالى حيي. انت بتحسن الناس هو الفقر ده والحرمان ده اشبه بالمرض. انت تسببت في شفاء ناس من الحرمان. فربنا سبحانه وتعالى لن يكون العبد عبده اكرم من رب العالمين سبحانه وتعالى ابدا. ربنا سبحانه وتعالى يشفيك لازم يشفيك سبحانه وتعالى. ف دي ال ده البرنامج اللي بقوله لحضراتكم. فليه كل سمعني دلوقتي حاول يتبع كل الكلام اللي انا قلته ده، او لو ما تقدرش تعمله كله اعمل معظمه عشان تضمن باذن الله الوقايه والعلاج في نفس الوقت من الامراض، سواء كان سحر او اي مرض. وانا هحاول اكتب لكم الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو، بس طبعا باختصار مش هقدر اشرح في كل عنصر لان الوصف مش هيكفي. ولا تنسخوا هذا الكلام وتنشروه، نشر هذا العلم في ثواب عظيم، لعل علما فله اجر من عمل به يوم القيامه. لا انقذ ذلك من قلوبكم تشوش تفعل الجرس واشتركوا في القناه لسلكم كل جديد وتساعدون على شر السنه الترويه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.